استريح احمد. اسكت. اسلم. لو اختار قلت لك اختار ميزه اذا انت ما كثير وش تختار؟ تبي الميزه اللي تستاهل الدعم لك اللي كنت لي انا. اي خروج يومين. خروج يومين. اي ما شاء الله عليك. انت قاعد على ثنيه صح؟ صح. حياك الله يا مسعود. اذا اخذت علمتك. لا الحين قل لي. ما عندي شيء اقول لك وانا ماني ماخذ. ما انت ماخذها؟ نعم. طيب الف مبروك. اللي حياخذ المركز الاول عنده 2000 وحتضاف له 2000 مدبله. الله يستاهل. 2000 نقطه. 2000 يعني 4000 مدبله. 2000 بتصير 4000 لصاحب المركز الاول. هذا الميزه اليوم. الميزه لهذا الاسبوع 4000 حيحصل عليها صاحب المركز الاول و500 نقطه اجمعوا على انهم يعطونا خالد الدوسري.